تميز الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضيه بمواجهه كافه الازمات والتحديات التي مرت بها الدوله المصريه وذلك بفضل عمليه الاصلاح الاقتصادي والمشروعات القوميه وحقق الاقتصاد المصري اعلى معدل نمو منذ 14 عاما على الرغم من تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه حيث يفوق معدل النمو نمو الاقتصاد معدل النمو العالمي المتوقع

مرونة كبيرة وصلابة ميزت الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وذلك في مواجهة جميع الأزمات التي مرت بها الدولة. البداية كانت في الخامس والعشرين من يناير من عام 2011، عندما واجه الاقتصاد المصري تحديا كبيرا خلال تلك الفترة وما تلاها إثر تضرر كل مصادر الدخل القومي من سياحة وتحويلات واستثمار أجنبي وانخفاض دخل قناة السويس وتوقف في عجلة الإنتاج وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى حد له حتى أنه لم يعد يكفي واردات مصر من السلع الغذائية الأساسية، كما خرجت مصر من مؤشر جي بي مورغان لعدم الوفاء بمتطلبات المؤسسة في عام 2011 أما في الفترة بين عامي 2012 و 2013 فقد وصل العجز إلى مستوى قياسي ليبلغ 200 مليار جنيه وانخفض تصنيف مصر الائتماني كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى أقل من 15 مليار دولار وبعد أن ثار المصريون وفي وقت كانت تتعافى فيه مصر من أثار أزماتها الاقتصادية في أعقاب الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو بدأت تشرق شمسها من جديد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجني ثمار التنميه التي ضربت جذورها في ارجاء المعموره لكنها سرعان ما اصطدمت بأزمة جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على العالم أجمع، ورغم ذلك تمكن الاقتصاد المصري من الصمود وقتها وتجاوز الأزمة التي كان انعكاسها على الاقتصاد المصري محدودًا بدرجة كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي بما مكن من تحقيق معدل نمو إيجابي في عام 2019-2020 بلغ ثلاثة و المائة رغم الجائحة، الأمر الذي يُعد إنجازًا كبيرًا شهدت له كافة المؤسسات الدولية، وما إن خفتت إلى حد ما مخاوف الجائحة وبدأت الحياة تعود لطبيعتها حتى جاءت الأزمة الأوكرانية الروسية ليواصل العالم معاناته وهذه المرة بشكل أكبر، لتهز الأزمة قدرة أعتى الأنظمة الاقتصادية العالمية، ولأنه يقف على أرض صلبة يصعب زحزحتها ظل الاقتصاد المصري صامدا في مواجهه الازمه ليحقق اعلى معدل نمو منذ 14 عاما على الرغم من الازمه الاقتصاديه العالميه حيث فاق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع ان يبلغ 3.2% في عام 2022 ليحقق 6.6% في عام 2021 2022 مقارنة ب 2.9% في, في عام 2013/2014 هي إذا جهود كبيرة بذلتها مصر وتبذلها بإرادة صادقة وجادة لمقاومة الأزمات الداخلية والعالمية وقصة نجاح كتبتها سياسات حكيمة بأحرف من نور من أجل مواطن يستحق أن يعيش حياة كريمة.